صوديوم بالإضافة لحماض ونقص بوتاسيوم وصدمه. طبعاً المريض بيجي كمان بقصة وصفية إنه المريض لسه ما سهل مرة مرتين أو ما صار عنده قيام مرة مرتين صار عنده تجفاف. كمان لازم تنتبهوا بحياتكم إنه قصور القزر والنوبة القزرية إنه هذا علاجه كتعيلات تجفاف 20 تجفاف 10% من عالجه، لكن المريض ما بتحسن على السواء الوحدة، يجب هنا إضافة الهسترويدات وبالذات الهيدروكورتيزون دفش وريدي تقريبا الجرعة هي 10 ملي على الكيلو. وعلى المدى البعيد بنعطي الكورتيزون الاسترويد المعتني اللي هو الفلورونيف او الفلوروهيدروكورتيزون. تمام، هي كمان حاله لازم ما تسعى عن الطبيب العام وطبيب الاطفال طبيب الاسعاف. اي طفل اجانا بقصه تجفاف مفاجئ من قصه اسهال او اسهالين لازم نفكر بالنوبه القزريه وقصور القزر. شو علاجه؟ علاج تجفاف 20% بس، هو بنضيف زياده هيدروكورتيزون وبس تحس وضع المريض نعطيه كورتيزون او استرويد معدني اللي هو الفلورونيف. تمام يا جماعه، لا طيب عنزلكم هاي الشغله في عياداتكم. بكره ان شاء الله بس تخرجتوا في الطب العام او اختصيتوا اطفال او اي طبيب، طفل جفف من اي سبب كان نفكر بالقصور القزر. شو تشخيصه؟ مين بيعرف؟ برفع الايدي مين بيعرف تشخيص؟ معاير 17 هيدروكسي بروجسترون. ايوه 17 هيدروكسي بروجسترون. طب ما في له انواع، في نوع معتمد على الملح في نوع غير معتمد على الملح. بكره ان شاء الله بالغديه بنوضع محاضره بالسرير الصمتي. كمان لا تنسوا النوبه القزريه، لا تنسوا ابدا في حياتكم العمليه. الحالات اللي بتراجعنا كأطباء عامين أو كأطباء أطفال نوبة الربو الحادة يا جماعة، أهم شيء بعلاج نوبة الربو هو الأكسجين ثم الأكسجين. لا تنسوا الأكسجين عبر القناع بعيار 2 إلى 3 لتر في الدقيقة. لا تنسى إعطاء النوبولايز أو الاستنشاق أو الإرزاز يعني اللي هو فنتولين. جرعات الفنتولين يجب يحفظها طبيب الأطفال وطبيب العام، والكل 0.15 ملي جرام على الكيلو أو 3 شحطات على 10 كليات أو الشحطة على 3 كليات بسرنج الأنسولين. طبعا هذا بيجي المركز. تمام، شحطة على 3 كليات أو 0.15 ملي جرام على الكيلو. ممكن تحسبوها من عيار الأمبولة إذا وجدت لديكم، ممكن تكررها كل 20 دقيقة 3-4 مرات على الأقل 3 مرات. يمكن نكررها المريض بس تجاب. لا ننسى نعطي الأدرينالين تحت الجلد، الأدرينالين من المحلول الألفي والعشرة آلاف الألفي. كمان ممكن نكررها خلال نص ساعة. الأمينوفيلين جرعته هي 5 ميلي جرام على الكيلو كمان، لكن ننتبه جدا يا جماعة الأمينوفيلين. الأمينوفيلين هو دواء ذو حدين، دواء بفيدني بجدة لكن الهامش الأمان بين الجرعة السمية والجرعة العلاجية كتير ضعيف. يعني إذا أعطيه 7 ملي جرام بدل 5 ملي جرام على كيلو يمكن تسمم المريض، لكن تنتبه بجرعته وتنتبه إنه بينعطى وريدي ببطء خلال نصف ساعة. البريدلون مختلف عليه، هل يمكن إعطائه إسعافي ولا لا؟ بعض المراجع بتقول يمكن إعطائه، بعض المراجع بتقول لا ما بنعطيه بالحالة الإسعافية لكن نعطيه ضمن إيش؟ ضمن وصفة التخريج. إذا تدبير نوبة الربو الحادة الأهم الأكسجين، الإرزاز، الأدرينالين والاسترويدات وعلى رأسها البريدلون وليس الهيدروكورتيزون ها والدكسة. في هذا الأساس في ممارساتنا الطبية بنشوف مريض ربو كاتب له دكسة أو كاتب له هيدروكورتيزون، لا اللي بنعطى هو البريدلون. شو اللي بنعطى يا جماعة؟ البريدلون. تدبير نوبة الخناق الجروب، كلياتنا بنعرف الجروب هو الأشعة سبب له، حكينا سابقا الفيروس اللي هو البرا انفلونزا يمكن يكون سبب التهاب رغامة وقصبات جرثومي، حكينا عليه المكورات العنقودية المذهبة بيميزوا انه في حرارة. الخناق دائما الفيروسي بيكون في عندي طور بادري، في عندي قصة انتان سابق. ولا ننسى كمان أهم من الأسباب الخناق أو الجروب، لا ننسى التهاب لسان المزبار.
اكتئاب المثال مسبار ما يميز وضعية القوام الأربعة، المريض حرارته شديدة جدا، هذا بميزنا يعني الفيروسي، الفيروسي ما بكون في حرارة بكون وضع المريض أفضل. الجرثومي العامل المسبب اللي حكينا عليه سابقا هو البارا انفلونزا الخناق، هدول الحالات الإسعافية اللي نشوفها في حياتنا العملية، لازم انتوا اثناء ممارساتكم ودوامكم بالاستاجات الا ما يعدي عليكم. هلا راح شتاء بفصل الشتاء يمكن بعض الزملاء الدوام معنا استاجات شافوا خناق، لسان مزمار حد الان ما شفناه، نادر جدا لكن هو حاله مهدده للحياه، يستطب قبول المريض في العنايه المشدده. ولا ننسى بنشوف علامه الكنيسه بصوره الصدر او القلم المبري. في مره بدي اجيب لكم محاضره صور شعاعيه في معظم الامراض اللي بنشوفها في ممارساتنا في طب الاطفال. طيب اهم شيء بتدبير الخناق لا ننسى الاكسجين وارزاز هنا ادرينالين، والدكساميتازون هو يعطى عضلي عضلي، هون يعطى دكساميتازون عضلي، دكساميتازون عضلي وليس وريدي، دكساميتازون هذا هو المره الوحيده بتشوفوا دكساميتازون بنعطى بالخناق، وبتشوفوا بنعطى في حالات الصحايا اول يومين. طريقة ممارسات طب الأطفال نادرا ما يستخدم الديكسابيتازون، نستعمل نحن البيدلون. نشوف النفروز بكلهم يستعمل البريدلون ولا يستعمل ديكسا، ديكسا فقط بالخناق، ونستعمله أيضا في اكتئاب صحايا أول يومين. إذا بكره في سؤال فحص تخرج سألنا أحد الزملاء الديكسابيتازون تستعمله عند الأطفال، ما يقول لي ربو لأنه بعود يرسم ربو بريدلون، وأنه لا يفضل يكون بوصفة الإسعاف، يمكن كتابته بوصفة التخريج. الدكسا يستخدمه فقط في التهاب الصحايا، يستخدمه في الجروب. طبعا الأدرينالين إرزاز كمان لا ننساه، ونستخدم أيضا إذا ما تحسن يمكن نضيف له استرويد يعني الكورتيفين إرزاز. واضح يا جماعة؟ إذا المريض ما تحصل على إرزاز الأدرينالين كذا مرة يمكن عيده كل ساعتين، المريض غازات دمه بدأت ترتفع والسي أو 2 بدأ يرتفع عنده، واضطر يستخدم ليتحسن أكسجته بسيج الهيليوم والأكسجين، هذا لازم نستقبله بالعناية المشددة. لا ننسى دائما يا جماعة الجروب مرض بيرعب الأهل جدا، أحيانا المريض أمه بتطالعه بالشتاء لبين ما يوصل على المشفى يكون راح توبت الجروب، مع ذلك يمكن اعمل له جلسه ارزاز ادرينالين ونعطيه دكسا ونطمن الاهل ونقول له اذا كرر عيده. بس لازم ننتبه للالتهاب الازال مسبار في التشخيص التفريقي المتهم فيه الاتش فيول هيموفيلس انفلونزا، حراره بتكون عاليه، علامه الكنيسه والعلم المبري او القلب المبري في صوره الصدر، ما نحسن نفحص البلعوم هون غير بالعنايه المجدده، لانه قد يصير عندي انسداد ولازم اعمل انتوبيشن يعني تنبيب. بس الصوت راح حدا ينبهني يا جماعة. يا جماعة رباعي فالوت، مريض مشخص لديه رباعي فالوت لكن أيام تجي نوبة زرقاء والمريض قد يكون حالة مهددة للحياة. شو علاج رباعي فالوت نوبة الزرقاء فيه؟ أهم شيء الأكسجين دائما في الأمراض، والأفضل نحطه ضمن الخيمة، ما نعطي مباشر الأكسجين، نحطه ضمن ماسك أو الأفضل ضمن خيمة. نقص أو عفوا بنزيد المقاومة الوعائية المحيطية، شلون بنزيدها؟ خلي المريض ياخذ وضعية القرفصاء، ممكن نعطي دفشة أو دفعة بامب يعني من سيروم سكري أو ملحي 10% ومنعيدها بعد 30 دقيقة من خضار 5 ميلي جرام على الكيلو. بيكربونات الصوديوم هامة بنعطيه 1 ميك على الكيلو. ولا ننسى وهو الأهم المورفين، إعطاء المورفين. كمان هذا سؤال بيجي بامتحانات تخرج في كل دول العالم، المورفين وين بنعطى الأطفال؟ تذكروا رباعي فالوت في نوبة الزرقاء، في رباعي فالوت يجب إعطاء المورفين. ولا ننسى نعطي حاصرات البتا اللي هو الانترال والدشتلي مضاد للاستطفاف، هذا سؤال امتحان كمان بيجيبوا قسم القلبيه وبيجيب اسئله التخرج.
مريض رباعي فعلت بنتشت له، بالعكس اذا دشتناها قضينا عليها. الدشت ليه هي مضاد استطفاف، ولا تعطى مضاد استطفاف. تمام يا جماعة. رباعي فالوت من الأمراض ما كثير منتشرة، لكن لما بيجي المريض بنوبة الزرقاء بنشوف الأطباء نفسه، الأطباء الأطفال انعبطوا بحاله لو فاتوا بالخيط. بكل ريلاكس، أكسجين عبر الخيمة، مورفين، إندريرال. تمام. ولا ننسى أنه الدشتري مضاد استطفاف، ولا ننسى أهم شيء وضعية القرفصاء لزيادة المقاومة الوعائية. وزة الرئة نادرا ما نشوف عند الأطفال، أهم شيء بعلاج الأكسجين وإعطاء المدرات. فرط توتر داخل القحط نادرا ما نشوف عند الأطفال يعني، وعلاجه لا ننسى دائما المانيتول والدكسة. ردود الرأس بتشوفوها وبتشوفوها بالجراحات دائما، ولا ننسى يا جماعة بردود الرأس دائما بنحدد السوائل الفمية باللي على المتر المربع. تمام. ولا ننسى المدرات وعلى رأس المانيتول 1 جرام على الكيلو، يمكن نكرره. ولا ننسى دائما بردود الرأس تعطي الاسترويدات وعلى رأسها الدكسة. كمان هي من الاستطفافات اعطاء الدكسة عند الأطفال. إذا صار عندنا استطفافات اعطاء الدكسة، الأهم الأشياء اللي بنشوفها بحياتنا العملية هي الجروب. وإيش قلنا الشغلة التالية؟ أول يومين بالتهاب السحايا. والشغلة الثالثة شو صارت؟ ارتفاع توتر داخل القحط. مين بعد لي اياهم يرفع اليد؟ استطفاف اعطاء الدكسة عند الأطفال. تفضل. دكتور، أول يومين من التهاب السحايا وبالجروب وبارتفاع التوتر داخل القاح. تمام. هذول هامات جدا يا جماعة، هذول سؤال تخرج. محمد بعد إذنك لا بقول عليهم أسئلة تخرج يكتبون عشان تذكرني فيهم بآخر بآخر المحاضرات. تمام. أعطينا ورقة عشان تمام. هذول أسئلة تخرج، هذول أسئلة تخرج أعطاء الدكسة الصفائي أعطاء الدكسة على الأطفال. دول لازم ما نغفل عنه ابدا ابدا. تابع طوالي كانه انا راح عندي مشاركه الشاشه، لا رجعت لك. تمام. انزل الصفحه اللي بعدها. وزبة الرئة أن اللازكس والمدرات هذا باب أكسجين. الصفحة اللي بعدها بعد إذنك. بعدها كمان. تنازل الرئة يا جماعة ودرسناه نحن سابقا ولا ما درسناه؟ مريض يكون عنده انتان تنفسي علوي أو التهاب كبد وبنعطيه أسبرين، يصير عنده اعتلال كبدي دماغي. لا ننسى إنه حالة مهددة للحياة، وعلاجه هو نقل بلازما وصفيحات وإعطاء سيروب 10%، يعني حالة نادرة بس لازم ننتبه عليها. الطفل عندي عنده التهاب كبد أو التهاب فيروسي علوي، بنعطيه أسبرين يمكن يصير عنده تنازل فيه. الحروق ما رينا نحكي عليها لانه موضوع عند الجراحه صار ما دخلوا في الاطفال كثير. الصفحه اللي بعدها. تدبير والله شو هاي صفحه اي شيء قبل ما شفت 18 في صفحه 18 صغرنا اياها نشوفها ما يبين يعني بالنسبه لي صفحه 18. تمام تمام ما في مشكله. طيب بس المادة الكاوية يا جماعة كثير هام، نعرف تدبير المادة الكاوية كأطباء عاميين فمقيمين أطفال إذا اختصينا أطفال. صفحة 19 كبرنا إياها. تمام يا جماعة. أول شغلة الحروق أو الحروق يعني المادة الكاوية، طفل شرب روح الخل، شرب كلور، شرب ماء جافيل، أنا شلون ده أدبره؟ أول شغلة غسيل معدة مضاد استطفاف. تمام. إذا غسيل المعدة مضاد استطفاف
يجب أن نجري تنظير هضمي علوي خلال 24 ساعة أو 48 ساعة. هو علاج تشخيصي وعلاج في نفس الوقت لنشوف مدى الأذية. لا ننسى أنه نعطي المريض MBO ونتركه على حمية مطلقة على الأقل أسبوع. طبعا إذا الحرق شديد يمكن يجب أن نغطي بالإمتانات، نغطيها بالأمبنسلين غالبا أو أقساط أقوى، البريدلون والكورتيزونات كمان، ومنه بيعطوا حتى الدكسا مختلف عليه هل بيفيد ولا لا لتخفيف الندبات. إذا أنا بهمني إنه مريض جاني طفل، أنا بيرك بكره عيادتي، طبيب عام تخرج من جامعة حلب إن شاء الله ومعدل عالي، فتحت عيادة، اشتغلت مشفى حكومي، اشتغلت طبيب إسعاف، اللي هو جاني مريض أمه قالت لك والله أنا عم بساوي المخلل، طرف الله موسم المخللات جاي الصيف، الولد ما سخني تروح الخل وكرع منه، شو تعمل له؟ ما بتغسل له معدته، تمام، بتحوله أنت على المشفى، لازم نعمل له تنظير هضمي خلال 48 ساعة، لازم أن ينحط على حمية مطلقة لمدة أسبوع إذا الحرق شديد يمكن يستمر لشهر، ولازم نعطي التغطية الإنتانية بالأمنسلين والسترويدات موضع خلاف. طيب التسممات يا جماعة، التسممات شائعة جدا بمجتمعنا عند الأطفال غالبا بسبب إهمال الأهل. الأسبوع الماضي كان معنا مستاجات بتذكر جانا طفلين تسممات شربانين هربيريدول أو كربامازبين، عفوا كربامازبين شربانين. طبعا في أدوية من لا أنتيدوت، في أدوية ما لا أنتيدوت. السيتامول شو الأنتيدوت تبعه يا جماعة؟ مين بيعرفه؟ إن أسيتيل سيستين. تمام، برافو عليك. في أدوية ما لا أنتيدوت، في تسممات كيماوية، في تسممات في تسممات شعاعية، وهذا بيستعملوا عادة المخابرات في العالم لما يختالوا أي واحد. بتذكروا المعارض الروسي لهذيك المرة، روسيا حاولت تختاله بشعاعي بتسمم، حكينا لكم على مسلسل تشكيلات شلون حاولوا يختاروا أحد الأعداء التركية بيعطوه سيف يمسكوا مسموم، بعدين لزموا نعطوه أنتيدوت وجابوه على تركيا. يعني في كتير أمور هي أسلحة المخابرات بتكون تسممات كيماوية أو تسممات، اللعبة المفتاحية بتكون الأنتيدوت. اللي بيعرف الأنتيدوت تبعه، في تسممات ما حدا بيعرف الأنتيدوت تبعه غير الدولة اللي حطتها، تمام؟ يعني قد يكون الكورونا هو فيروس منتشر، يمكن شي دولة في العالم عندها علاج له ومخبيته علينا لاستنفذ طاقة البشرية بعدين تبيعه بأغلى الأسمان، يعني أو يستفيدوا من موضوع اللقاح. يعني الموضوع صار تجاري حتى في الطب. طيب التسممات حكينا أنه معظمها بيكون دوائية يا جماعة، الدوائية غالبا غسيل معدي بس خلال 4 ساعات، كاتبين هو بالكتاب 12 ساعة، 12 ساعة ما بتفيد. أول 4 ساعات إذا عملنا الغسيل المادي نكون ناجع وناخذ المادة السامة طالعة. طبعا الغسيل المادي بنضل بندخل انجي تيوب على المادة، حكينا لكم سابقا شلون بندخل انجي تيوب، شلون نعرفه ضمن المادة، مين بيعرف شلون نعرف الانجي تيوب ضمن المادة ولا لا؟ في 3 طرق قلنا، تفضل أول أحمد الشيء الطريقة الأولى أحمد بكور، عفوا أحمد رفع إيده كان. دكتور قلنا الطريقة الأولى أنه ممكن ننفخ بالإنجي تيوب بيبين معنا ونسمع بالسماعة، أو ممكن نحط الإنجي تيوب بالمي بيبين معنا إذا طالع فقاعات معناتها هو بالرئتين أو بالمعدة، والطريقة الثالثة نسيتها. طيب الصبية اللي حكيت شو الطريقة الثالثة؟ الصبية اللي كانت تجاوب أبلاك مين؟ الطريقة الثالثة بتذكرية أنسي؟ الطريقة الثالثة بتبين معنا من خروج عصاعة المعدة. برافو عليك، بنسحب السرنج بنشوف مفرزات المعدة عم تطلع. طبعا نحن بناخذ سرنج 20 سم غالبا اذا كبير او 10 سم اذا اصغر، بتفش سيروم ملحي وبنسحبه، بتفش سيروم ملحي 10 سم وبنسحبه. لذلك راس التيوب لما ندخله بالمعدة يكون يتركب عليه سرنج، تمام، ننتبه للعملية. طبعا لا ننسى نحط مزلق، اما بندخله من التم الانجي تيوب او من الانف ما في مشكله، المهم يوصل على المعده.
اللي مضل ندفش سيروم ملحي ونسحب لتصير مفرزات المعده بيضه، غالبا ايام نشوف الماده السامه بحد ذاتها. بنشوف الحب لما يكون الحب مو ممتص يمكن يطلع معنا على حاله، او ممتص نصه او مكسر. يمكن تشوفوه دليل انه نجاعه غسيل المعده وان عملناه بوقت باكر. الغذائي يعني هو غالبا هذا بالسالمونيلا او العنقوديات. العنقوديات ما يميز انه الاقياءات بتكون باكره، السالمونيلا اسهالات. العنقوديات تبدا باقياءات وقد تتطور الى اسهالات، بس العرض الاساسي هو اقياءات شديده. العنقوديات السالمونيلا عرض الاساسي هو اسهال. ممكن اهم شيء بعلاجها هي الإماهة الجيده، اذا لانه المريض بيدخل تشفاف. لا ننسى كمان بعلاجه يمكن نعطي إيقاف الإقياء، بتشوفوا نحن نحط ديفوميت كان إيقاف الإقياء. ما يهمني كمان في شغلتين، المواد الكربوهيدراتية أو مواد التنظيف أو مبيد حشري. هون خلطين إن المبيد الحشري يمكن إجراء غسيل المعدة، هو كاتب لا يمكن إجراء غسيل المعدة فقط للكربوهيدرات. إيش هي الكربوهيدرات؟ والله بنشرب مازوت، شرب آز، شرب كحول، أي كربوهيدرات إنه طيارة، تمام؟ هدول هن الكربوهيدرات، الكربوهيدرات، تمام يا جماعة؟ دكتور بس عن إذنك في سؤال عندي. إيه تفضلي. هلأ من تسمم غذائي عنا انتشر هلأ بإدلب هالفترة، كتير أطفال عم تتسمم بوجبات الجاهزة. وقت عم يحطوا لهم محلول إماء، عم يحطوا لهم سيروم سكري، بفرق إذا أعطينا للطفل ملحي عن سكري، وأنه الأفضل بين الإماء؟ الله، نحن الإماء السيروم سكري على الحل ما بنعطيه الأطفال، نحط معه شواريط صوديوم بوتاسيوم. يمكن نعطي ملحي أو رينجر لاكتات ما في مشكلة، بس هو الجرعة الصيارة يمكن نعطيها رينجر لاكتات جرعة شفاف، بس الباقي لازم نضيف سكري 5% مع شواريط. حكيناها بالمحاضرة الماضية حسب نسبة التجفاف قديش بيعطي صوديوم، إذا بتذكروا الجدول القديم قديش بيعطي صوديوم قديش بيعطي بوتاسيوم حسب نسبة التجفاف حسب نسبة الصوديوم، ما بيعطي سكري على الحل. طبعا التسممات منتشرة، أنا اليوم إجاني شي 15 مريض صبح بشغلي بتركيا متسممين كلهم إسهال وقياء، كلهم ضربت لهم أبر وفي منهم علقت لهم محالي ما رينجر لاكتات. أنا بستعمل في تركيا رينجر لاكتات لتعويض الجفاف أول 4 ساعات أو 6 ساعات حسب العمر. واضح الغذاء يعني هو يا جماعة مومن الغذاء قد يكون الحضر معنا محاضرات السنة الخامسة بتذكر أن التسممات يمكن يكون من المادة بالجراثيم موجودة في الأغذية أو أحيانا المادة نفسها، وأنا مثل متلازمة المطعم الصيني إذا بتذكروا في أكل محار ما محار نفسه الأكل بساوي قياء وسهال، بس أحيانا في جرثومة الولد ما بغسل إيديه، تمام؟ عامل الشاورما إيده دوحسي، هو عامل شاورما نزلت نقطة من الجراثيم اللي بإيده بالدوح القباء أو الداحس بإصبعته نقطة إيح على الأكل بتخليه يتسمم لأنه مليان عنقوديات، تمام؟ غالبا التسمم لازم تعرفوا اما عدم تحمل غذائي، الغذاء نفسه تقيل ما بتحملوه بسبب قيئات، او احيانا الجراثيم بسبب تلوث غذائي، هذا لازم نعرفه. لازم هون نعوض الإماهة ونعطي ديفوميت او ميتوكير زي ما وجد ميتوكير ما بكتير من حبس عند الاطفال. اخر الفقرة عندنا اياها اليوم بمحاضرتنا هي المواد الكربوهيدراتية، مواد التنظيف والمبيدات. قلنا الكربوهيدراتية دائما بيجينا الطفل شو قلنا؟ شربان آز، مازوت، كحول، هدول حكينا عليه سابقا. الأعراض أول 6 ساعات بتكون الحرارة كيماوية، لا تنغشوا فيها بسبب المادة الكيماوية والكربوهيدراتية نفسها. أول 6 ساعات الحرارة كيماوية، إذا نحن بنيم الطفل 6 ساعات مراقبي، حرارته ارتفعت أول 6 ساعات بس نعطيه خفض حرارة، إذا استمرت بعد 6 ساعات بعدها سويت لي زيت رئة بالهيدروكربونات، سويت لي زيت رئة بالهيدروكربونات أو كربودات. شلون بنعرف بصير عندي ارتجاعات واستمرت الحرارة بعد 6 ساعات؟ هون التغطية يا جماعة، التغطية شو هي؟ توبرا وبنسلين جي. إذا ذات الرئة بالكربوهيدرات تغطيتها توبرا مايسين وبنسلين جي، احفظوها. شو تغطيتها؟ توبرا مايسين وبنسلين جي، اكتبوها هي، ما هي موجودة هون. طبعا غسيل المعدة مضاد للصدفاب إلا في حالتين، مين بيعرفون؟
اذا عنا ولد شرب مي او قاز او مازوت شو هنن؟ يا جماعه مين بيعرفون؟ تفضل. ما حدا رفع ايده؟ اللي بيعرفون يقولون تفضل. المريض على المنفسه او اذا كان عنده اضطرابات عصبيه. اذا عنده اعراض عصبيه شرب كميه كثير كبيره او اذا المريض منحط على المنفسه ممكن نعمل له اجراء غسيل معدي. برافو عليك. طيب التغطيه الانتانيه شو هو؟ سوبرامايسين وبنسلين جي دكتور. سوبرامايسين وبنسلين جي. الحرارة شو أول 6 ساعات؟ دكتور أول 6 ساعات بتكون كيماوية وبعد 6 ساعات تكون هي إنه اختلاط. تمام. إذا نحن أول 6 ساعات ما بنهتم كثير في الحرارة، إذا استمرت بعد 6 ساعات هذا الولد بنعمل له قبول مؤقت بالساري الآن يعني بالمنطقة الصفراء. إذا بتشوفوا المشافي التركية في عندنا منطقة خضراء، هاي المريض بتغير بيمشي المنطقة الصفراء، هذا المريض بيضل مراقب 6 ساعات. المنطقة الحمراء هي المنطقة اللي بيجي فيها احتشال العضلة القلبية، الحالات مهددة للحياة، هي منطقة الانعاش. المريض بالآلان أو بالصريق الآن يعني بالمنطقة الصفراء بنتركه كم ساعة مراقبة بالثلاث أيام الهيدروكربيدات، بالست ساعات نتركه أو تتشافى 5% من رقبه بعد ما نعيد تقييمه. إذا تحسن المريض نبعته على الخضرة على البيت يعني بعدها، إذا ما تحسن بنبعته على القبول على الأدميشن في الـ أو الأدميشن شو بالتركي؟ يطاق. يطاق بالتركي أدميشن يعني قبول أو يطاق. تبرجو أو تخريج في العربي في الانترنت أدميشن يعني قبول أو يطاق، هذا من نتبعته. تمام. إذا المنطقة الخضراء هي منطقة البعيرات بتعاير المريض بيمشي، المنطقة الصفراء بشك فيه بس المريض شاكك عنده شوية حرارة وكذا، هل هو اختلاج حراري أو سقايا أو كذا يمكن أحطه بالمنطقة الصفراء، أسحب له تحاليل بسحب له بزل، إذا كل شيء طبيعي بخرجه على البويت بقول هذا اختلاج، لا طلع معي سخايا، طلع عندي نقص كلى، طلع عندي مشكله، ببعته على الادميشن على القبول على الجناح. المنطقه الحمراء هي المنطقه الخطيره، مثلا مريض والله جاي غرقان، مريض جاي التهاب لسان مزمار هذا بده تنبيب، مريض جاي عنده نوبه ربو حاده مهدده لحياته يمكن او احتشاء يمكن نحطه بالمنطقه الحمراء لانه يعني يمكن يحتاج انعاش. طيب الهيدروكربون ده الكربوهيدرات او ذات التهاب الكربوهيدرات ما بنغسل معده، قلنا يا جماعة المبيد الحشري لا يمكن غسيل المعدة، خاصة الفوسفوري المبيد الحشري الفوسفوري يمكن نغسل المعدة. نشوفه لما برشوا مبيدات حشرية، طفل أكل تفاحة مرشوشة، أهم أعراض التسمم بالمبيد الحشري شو هو؟ شو بيكون يا جماعة أهم أعراض؟ في عندي فلاشينج، شو بيكون عندي؟ اللي بيعرف يجاوبنا أهم عرض تقبض الحدقة، لا تنسوا. جاكم طفل أكل تفاحة من البستان، خيارة من البستان، وفجأة طلعت عنده أعراض، زاد عنده ذات رئة وزلة وأنين وحرارة وحالة عامة سيئة بعد ما أكل شغلة، بتقول لك متسمم، لا هو مبيد حشري فوسفوري، هذا بميزنا مبيد حشري فوسفوري. تمام. من عاير هون الاستين كول الاستيل كولين اذا مرتفع او ناقص هون بيشخص لي اياه، هون بشخصه بالاستيل كولين. استيل كولين من 9 شهور عملنا مؤتمر في الراي، انا القيت محاضره عن تسمم بالاستيل كولين، كان اجانا طفل كان يوم جمعه مثل اليوم، جيت انا على المشفى كان طفل بابا، اذا كان حدا منكم مع حضران طفل تعبان بيكيت جاي بزله تنفسيه، حيطي له على المنفسه يعملوا له طبقي التراك ضايجي فيه، طبيب الاسعاف ضايجي فيه، ما بعرف ثاني ايش معه، بده يحولوه حتى على تركيا، الطفل عم بموت نببوه. انا من اول ما فحصته حطيت البيل على عيونه، شفت عيونه متقبضات، عرفت تسمم مبيد حشري. رحت عند الام قلت لها ايش صار بهالولد؟ قال ما بعرف، قلت لها لا ما بصير، هي بالخيمه كانت مخيم هون جنبنا بمارع، بعدين طلعت جايبه دواء صراصير هو مبيد حشري، راحوا على البيت طلع الولد شربان ومحسبه دقه مبيد حشري بنت. طبعا مباشره الكولينستيراز ما عندنا عياره، طلبنا الانتيدوت تبعه، كان في عندنا ابره بالمشفى وجابوا لنا 3 ابر من مشفى الراعي. شو الانتيدوت تبعه؟ الكولينست
اسمه مبيد حجري فوسفوري، حدا بيعرف؟ براليدوكسين. ايش اسمه التجاري؟ الكونتراسيون. كونتراسيون. كونتراسيون، لا تنسوا مبيد حجري يا جماعة. بس جاكم طفل هيك تعب فجأة وزل وكذا وطلعته حدقاته متقبضة، فكروا بالمبيد الحشري. خاصة بكرة بنشوفه بالصيف، روسي رياني على البستان، كون أبوه بيخخ البستان أو دخل على بستان جاره أو كذا، بياخذ له خياراي تفاحاي أكاديمياي من الشجرة، بتكون مفخوخة مبيد حشري فوسفوري، بيجي بحالة عامة سيئة، زلة تنفسية، حرارة، الولد تعبان، يمكن يغيب على الوعي. ولكن بس أول ما افتح له عيونه بنشوفه إنه بتقبضات حدقاته، من شك فيه بنعطي طبعا عائلة سيكولين استيراز، كولين استيراز. إذا ما عندنا توفر يمكن نبدأ بالعلاج، علاج الأنتيدوت تبعه الكونتراسيون وريدي 1 جرام على الكيلو، ببدأ أحفظ جرعات لأنه بس لازم تعرفوا أنتو. أعطينا طبعا هاي البنت أعطيناها أبري، وبعد ساعتين أعطيناها أبري تاني كررنا لها الجرعة. الصبح كانت كافي منا وخرجناها، العصر تاني يوم على البيت سوينا عليها محاضرة. طبعا كان عنوان المحاضرة أهمية المقاربة السريرية، لأنه الشباب عامل لك التحاليل الدنيا بيتي وبيتكي وشوارد وبول كرياتينين والبومين والجيبيتي كله طالع طبيعي، عامل لها طبقي محوري صورة الصدر كله طبيعي، ما يعرفوا انه أهمية الفحص السريري، ما أهمية التحاليل المخبرية. تمام يا جماعة، يعني التحليل الأساسي لازم يعملوا الأسيل كولي ما عاملينه. هون أهمية كانت عنوان المحاضرة القناة أهمية الفحص السريري في مقاربة المرضى، وهنا الاعجاب كثير ممتاز، يعني كان التفاعل معه كثير حلو، انه اهميه اللي سوينا مؤتمر الطب السوري الاول في مشفى الراعي السنه الماضيه يمكن او 9 شهور، انا لقيت محاضره يمكن وحيده عن مشفى مارق في المؤتمر. كان اهميه المقاربه، كان وزير الصحه التركي موجود ولي انتاب ورئيس الحكومه ووفد كبير كان. طبعا ما دخلوا حدا المؤتمر اللي عمل تحليل كورونا بي سي ار انه نيجاتيف، ممنوع دخول المؤتمر اللي يكون عندك بي سي ار نيجاتيف. طبعا اهميه المقاربه السريريه يا جماعه كثير هام. تمام يا جماعه، هذا كثير بتحفظوا التسممات، لازم روح عم باكل. تذكروا الاسبوع الماضي كان معنا بستاج قلنا كل الشباب والصبايا يا جماعه بس جاكم طفل حالته العامه سيئه وشيء مفاجئ فكروا بالتسممات، خذوا قصه سريريه مفصله، الشرب في البيت، ايش في بين ايديه. طبعا الام دائما بتنكر، خاصة الجوز اذا كان من نوع النكروز العصبي عشان ما يصير غضب الاهل، يمكن تاخذوا الام عزيز تاخذوا منها قصه سريريه او تهدوها او تهدوا جوزها، تاخذوا قصه مفصله عشان تعرفوا. الام تنكر انه الولد شرب كذا، انه مباشره جوزها بده يعيط عليها قدامكم ويمكن يطلقها ويمكن يصير مشاكل اجتماعيه، ويم تنكر بمجتمعاتنا انه تسمم الولد خوفا من عقاب الاب. لازم ناخذ لعزيه او ناخذ قصه سريريه مفصله. دائما اي طفل بيجينا بحاله عامه سيئه بشكل مفاجئ، طبعا كل تسمم له اعراض نوعيه مثل ما قلنا المبيد الحشري هو تقبض الحدقه، لا تنسوها. تمام يا جماعه، وهون يمكن نعمل غسيل معدي. المبيد الحشري انه مو ماده كاويه، المواد التنظيف الكلور والكربوهيدرات المازوت والقاز هذول ما بنعمل غسيل معدي، بينما المبيد الحشري بنعمل. ولا ننسى يا جماعه يتقبل لدينا الكونتراسيون نعطي أتروبين حتى تظهر أعراض تسمم به، يعني حتى تتقبض. شو هن أعراض التسمم بالأتروبين؟ هذا بيعرفون؟ توسع الحدقة، بتتوسع الحدقة. تمام، جفاف مفاجئ. تمام، سريع كالأرنب، سريع كالأرنب، جافكم كالحطب، أحمر كالشوندر، أحمر كالخفة. أه؟ ما أخذتهم الأدوية؟ أخذناهم. يصير قلبه سريع سريع قلبه كالأرنب سريع. جافهم كالحضب، الأخشين المخاطية تبته بالجف. أحمر كالشواندر، يصير عنده فلاشينج. هدول منضل نعطي أتروبين، نعطي أتروبين شي 10 أبار، نعطي أتروبين لتظهر عندنا أعراض تسمم بالأتروبين، كون أمنا الكونتراسيون من عالجه. في عندي السم الفار يا جماعة، السم الفيراني كان الولد يشربوه، خاصة شكل مغري ولونه زهري، ولاد صغار يمكن أمه حاطته شان الفيران يجي يبلع لي منه كم حباية، بيجوا مثل هيك شعب صغار إذا بتشوفون. سم الفيران بيحوي على الوارفرين، طبعا مباشرة غسيل معدة، نعطي الوارفرين هيدروكورتيزون ونعطي فيتامين كاف، ممكن ننقل بلازما أو دم طازج 5 ملي على الكيلو لتدبير
عوز عوامل تخثر. اذا اهم شغله في طب الفيران ننقل فيتامين، نعطي فيتامين كاف ونغسل المعده والارفيل والهيدروكورتيزون من مشتقات البلازما او البلازما بشكل عام. يا هو حاج محاضرتنا اليوم ما بنطول، نحن وعدنا لكم اقل من ساعه 50 دقيقه او الى الساعه المحاضره. حد عنده اي سؤال يا جماعه؟ دكتور عندي سؤال. تفضلي. هلا اللي بيجوا بحالات تسمم غذائي عم بيكون عندهم اقياء واسهال، بعد فتره بشوي ببلش بيقولوا لك عم حس خدر بكل جسمي، عم حس نمل بالوجه بالاطراف. اعراض الخدر اللي عم تصير وقت التسمم هي سببها نقص شوارد ولا في سبب ثاني لها؟ لا، غالبا الشوارد، غالبا الشوارد. نحن يا جماعه بتتذكروا كل حالات الاسهالات والقيئات قلنا بنطلب بولي وكرياتينين وشوارد، غالبا سببها نقص الشوارد. سؤال تاني، حد عنده سؤال تاني؟ يلا بنتمنى لكم ليلة سعيدة. محمد يا ريت تنزل محاضرات على المنصة ضروري، بكرة يجي عندنا الأستاذ وسام من رئاسة كاما عشان المنصة عشان أفرجي المحاضرات نازلة. إذا بتحسب هون يا بكرة الدور تكون نزلته بدي أكون لك من الشاكرين. كيف إنه موجودين على المنصة في مجلد خاص محاضرات الأطفال على مجموعتنا ضمن المجلدات. تمام تمام، يا رب الله يجزيكم خير وتصبحوا خير. هذا قبل ما نختم، يلا تصبحوا خير ان شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله.